اطلع رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو بل أطلع سفراء الدول العربية وسفراء دول الجوار على مجريات وتطورات عملية التفاوض الجارية بمنبر جوبا برعاية جمهورية جنوب السودان لتحقيق السلام الشامل والعادل بالبلاد. وقال الدبيلو في تصريحات صحفية مساء أمس أن السفراء أكدوا خلال اللقاء دعمهم الكامل للعملية السلمية ووقوفهم مع مسار تحقيق السلام لإحداث التنمية والاستقرار في السودان. وأشار إلى أن سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم أعلن عن استضافة بلاده مؤتمر المانحين لدعم عملية السلام بالسودان في 12 من الشهر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس. ووجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلوا ولاة الولايات الجدد بالاهتمام بمعاش الناس. كانت مساء هذا اليوم لقاء خاص مع الإخوة السفراء العرب والإخوة سفراء الدول الجوار، وكان حقيقة لقاء طيب بين جميع هؤلاء الإخوة، وكان الحديث تناول الحديث فيه عن مجريات السلام وما آل إليه حتى الآن، ووجدنا حقيقة من كافة الأخوان التأييد والدعم الكامل لعملية السلام.